ادي اول مثل من اعلى حاجه لحاجه اقل منها في موضوع القران، مخالفه السنه الاقوى. يعني ايه السنه الاقوى؟ شوفوا بقى، في حاجه اسمها سنه فعليه وقوليه، وانا شرحت فعليه يعني ايه. الرسول عمل ما قالش بلسانه وهم بيقولوا احنا شفناه عمل، جمع كبير يتواطئ. وفي حاجه اسمها قلب لسان، لو اختلفوا الاثنين نبقي القوليه مش الفعليه. بتوع علم الحديث بيقولوا لا لا، نبقي القوليه مش الفعليه. احنا بقى بنقول النهارده نبقي الفعليه مش القوليه، فاهمني؟ يعني الفعل اقوى بكتير من اللفظ المختلف عليه. زي ما قلت لكم امبارح حديث يقطع الصلاه، السيده عائشه هي السنه الاقوى لانها زوجته، زوجه اللي في البيت، فقالت انا كنت بنام قدامه ما تقطعش الصلاه ولا حاجه. ايه حكايه تمشي مع الكلب والحمار ده يقطع الصلاه؟ ايه الكلام ده؟ عيب. هي السيده عائشه اللي قالت كده على فكره، أشبهتمونا بالكلاب والحمر، وحلفت إنها كانت بتنام قدام الرسول ما فيش أي حاجة اسمها تقطع الصلاة. السنة حكاية بقى تفضيل الفعلية على القولية، دي ده إصلاح حقيقي مش عايز أقول لكم قد إيه. فضل الفعلية على القولية. بيقول لك والله ده بعيد بقى عن عكرمة أو عكرمة، من بدل دينه فاقتلوه. كذب. بعيد إن عكرمة كذاب، لأن السنة الفعلية أن الرسول ارتد أمامه عبد الله بن أبي السرح، ارتد. زي ما في ناس طلعوا على حاجه بيقول ارتد عبد الله بن ابي السرح في واقعه لا يمكن انكارها، ورجع عايز يرجع تاني الاسلام في جوار اخوه في الرضاعه عثمان بن عفان. هل الرسول قتل عبد الله بن ابي السرح؟ هل الرسول تحت اي ظرف اشار انه يقتل؟ اذا المرتدين ارتدوا على عهد الرسول، ودخل راجل على الرسول والحديث في البخاري ومشهور، احد مشهور، قال له اقني بيعتي، يعني رجع لي البيعه مش عايز ادخل الاسلام. فقال له اتفضل امشي من المدينة براحتك، إن المدينة كالكير تنفي خبثه، يعني زي ما تكون نار كده بتشيل الخبث من الذهب. ايه رأيك؟ دي السنة الفعلية، انه ما قتلش الرسول حد ولا امر بقتل حد عايز يخرج من الاسلام، يتفضل يخرج من الاسلام ويعلن عن نفسه احسن لي، بدل ما يبطن الشر ويظهر لي انه مسلم زي المنافقين في المدينة. مين افضل؟ والقرآن طبعا كمان ضد القرآن، لان القرآن مليء بالآيات اللي بتقول من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وفي آية شهيرة بتقول إن الذين كفروا، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم فيه، وما قالش إن عليهم أي حاجة.